الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتاب التوحيد، ثم قال رحمه الله فيه مسائل. قال: والعاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة. بدأها الله بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. طبعا هو يقول الآن في هذه المسألة صدر بها باب في بعدما انتهى من ايش؟ من وصية النبي صلى الله عليه وسلم في الأنعام، فابتدأها وقال بأن المسائل آيات محكمات، وكما قلنا آيات محكمات هذه دلالة على أننا ندين الله تعالى بأن هناك آيات محكمات وآيات متشابهات. وقد ورد، وأذكر والتذكير فيه الخير، قد ورد عن العلماء بأن القرآن أو في آيات القرآن بأن القرآن جاء محكما، والقرآن جاء متشابها، والقرآن فيه محكم ومتشابه. قال الله تعالى في لام راء: تلك آيات الكتاب كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. يبقى كتاب أحكمت آياته، يبقى كل الآيات محكمات. وأيضا قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر، كتابا متشابها، كل الكتاب متشابه. ثم جاءت الآيات تفصل وتقول هناك محكم وهناك متشابه في قول الله جل في علاه: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وأخر يبقى إذا هن أم الكتاب اللي هي المحكمات ومتشابهات. والحق بأننا نقول لا متشابه في القرآن يبقى متشابها، كما قال الحسن، وهذا قول الإمام ابن عباس، وقد بينت قبل ذلك للإخوة كثيرا في الأصول وفي غيره، بأن ابن عباس كان يقرأ الآية على الوصل لا على الوقف، في قول الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. قال ابن عباس: أنا من الراسخين الذين يعلمون التأويل. ولذلك ابن الحسن البصري يقول: لا يبقى متشابه في القرآن، رد المتشابه على المحكم يظهر الإيه؟ البيان. رد المتشابه على المحكم يظهر البيان. ويكون في معنى قول الله تعالى كتابا متشابها يعني يشبه بعضه بعضا في البلاغة والإعجاز والإحكام، وكلامه صدق، أخباره صدق، وأحكامه عدل في هذه الآيات. وكله محكم بأنه إيه؟ كله محكم في الإعجاز والبيان، كله محكم في الإعجاز وفي البيان. لذلك قال آيات محكمات لا نسخ فيها. هو طبعا أنا ما أقصد الإمام يقصد بذلك، يقصد أنه لا نسخ لها، لا تحتمل النسخ في حال من الأحوال، هذه لابد أن تقول أنها محكمة يعمل بها في تأويلها، ولا يمكن الإنسان أن يعني لا يعاقب على تركها. قال: منها لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. لا تجعل مع الله إلها آخر، وهذه قضية الكون الكبرى التي من أجلها خلق الله الخلق وأرسل الرسل، كما بينا قبل ذلك. قال معاذ: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قال: تدري حق الله ما حق الله على العباد؟ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وزي قال الله تعالى: وقد بعثنا في كل أمة رسولا أن أعبدوا الله وحده، أن أعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال: ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولذلك الله النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، يوحدوا الله. في رواية قال: يوحدوا الله ويشهدوا أني رسوله. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. فتقعد مذموما مخذولا، الحق بأنها على الوجهين، يعني مذموما مخذولا في الدنيا ومذموما مخذولا في الآخرة. أما ما ذنبت الدنيا فإن الناس يقولون: هذا كافر، هذا فاسق، هذا فاجر، والاسم يلحق العار على صاحبه، وعليه أحكام الدنيا أيضا، فإنه إذا مات لا يغسل، لا يكفن، لا يصلى عليه، لا يقبر في مقابر المسلمين، وأيضا إن كان حربيا يقتل لتوحيد الله جل في علاه. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وإن كان ذميا فله الذمة، يعطي الجزية وله العهد، وإن كان مستأمنا يدخل بأمان، يعني ولي الأمر أعطاه الإشارة فدخل بأمان، أيضا هو معصوم الدم والعرض، طالما يعني عيشوا معك في نفس مكانك بهذا الأمان فهو معصوم الدم والعرض وإيه والمال، ولا يجوز ظلمه بحال من الأحوال. لكن يبقى أيضا عند الله وعند المسلمين أنه إيه؟ كافر، لا يتزوج من المسلمات، لأن الله تعالى قال: لهن حل لهم ولهم يحلون لهن. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم حرم هذا الزواج، بل عمر بن الخطاب كان يحرج من الزواج من الكتابيات، وإن كان حلالا لكن كان يحرج، ويقول في المسلمات خير، لو تزوجت منهن من يتزوج المسلمات؟ نعم. ولذلك لما قال ماتت مات، وفي رواية أخرى قال مات النصراني، لا تكلمني عنه. الغرض المقصود مذموم مخذولا في الدنيا ومذموم مخذولا في الآخرة بالتقريع والتوبيخ والعذاب الأليم، كما قال الله جل في علاه: وهم يعذبون، ذق إنك أنت
العزيز الكريم. وأيضا من شدة العذاب وهول الموقف ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربه، قال إنكم ماكثون. ولذلك بأشد المذمة، بأشد التحقير والتقريع والتوبيخ، مع العذاب الأليم في نار تلظى، كما وصفهم الله تعالى: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدة وادعوا ثبورا كثيرة. اللهم احفظنا من النار يا رب العالمين، اللهم احفظنا من النار يا رب العالمين. نعم. قال الحادية عشرة آية سورة النساء، قال رحمه الله وختمها بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر. نعم، بعدما قال بالأحكام قال فيها: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. لما تكلم عن الدنيا أتى بها بالوصفين المذمة والخزان، ولما تكلم على الآخرة قال ملوما إيش؟ مدحورا، يعني حقيرا، حقيرا، وهي أفادت أيضا مذموما. فإذا له الخزلان وله المذبة المذمة وله العذاب الأليم. لكن هنا قال: لا تجعل مع الله إلهًا آخر فتلقى في جهنم مملوما مدحورا. الأولى أفادت المذمة والخزلان، فقد يكتفي بالتقريع والذم ولا يكون له النيران. فجاءت الأخرى أو الآية الأخيرة جاءت لإيش؟ جاءت لتبين المآل، تبين المآل، أظهرت المآل. يعني هنا كانت مجملة في الدنيا وفي الآخرة، فجاءت الأخيرة الخاتمة مفسرة مفصلة لتبين المآل. فهي ركزت على المآل، والأولى كانت مجملة في الحال وفي المآل، فأما الثانية فجاءت للمآل. فقال الله تعالى: فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. النار النار، نعوذ بالله من الخزلان. لذلك المسلم يقول: لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة مؤمنة. ولذلك الله تعالى تكلم عن أهل الكفر الذين جعلوا مع الله آلهة أخرى، قال الله تعالى على لسان عيسى، قال الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نعوذ بالله من الشرك. قال رحمه الله: ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. نعم، ذلك مما أوحى إليك ربك دلالة على أن القرآن إيش؟ مخلوق. فهذه دلالة واضحة جدا على أنه آسف حاشا لله مستيقظين الإخوة مستيقظين، يبقى دلالة أن القرآن إيش؟ كلام الله، وأنه وحي من السماء، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. وقال الله جل في علاه: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكس ونزلناه تنزيلا. فعظم الأمر أنها من عند الله جل في علاه وهي بوحي من الله، هذا تعظيم الأمر أولا. ثم قال: وطبعا ناسب أن يأتي بإيش؟ بربك، لأن المسألة منزلة إنزال، مسألة وحي، وهذه قدرة وعظمة، فلابد يناسب أن يأتي بإيه؟ بالربوبية، لأن من لوازم الربوبية الإعطاء والمنع والإحياء والإماتة، كل ذلك من لوازم الربوبية. فناسب الاسم هنا في مسألة الوحي، فقال: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. يعني من الحكمة، خذها هنا الآن بقى، من الحكمة أن تقبل ما جاءك من ربك لأمور. الأمر الأول أنه من وين؟ من ربك، من وحي الرحمن سبحانه وجل في علاه. الأمر الثاني أن هذا هو الرشد. الأمر الثالث أن النجاة فيما أتاك به الله جل في علاه، فكان من الحكمة أن تقبل هذا ولا ترفضه. وأيضا قال: من الحكمة، والحكمة توضع الشيء في إيش؟ في موضعه. وأعظم الأشياء توضع في موضعها هي توحيد الله جل في علاه، أن تعبد الله مفردا له العبادة، لأن الظلم البين أن تصرف العبادة التي هي مستحقة لربك لغير الله جل في علاه. فكان من الحكمة أن تصرف العبادة لمن؟ لله وحده لا شريك له جل في علاه. وأيضا من الحكمة، أيضا من حكمة الباري جل في علاه، أنه لما خلقك أمرك بعبادته ولم يجعلك إيش؟ تعبد غيره، لأن الله تعالى امتن عليك بتوحيده. وهذه من أعظم المنن التي خفيت على كثير من الناس، والدلال على ذلك أنها منا من أعظم المنن، لما ضرب الله مثلا بذلك، عندما قال الله تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستوان مثلا؟ الحمد لله رب العالمين، لا يستويان، لأنه إذا كان فيه شركاء متشاكسون ماذا يحدث؟ هذا يقول اذهب، والثاني يقول اجلس، والثالث يقول تعال أريدك، والرابع يقول لا نام أتزوج لا تتزوج، أو صاره تتقطع، لا يستطيع أن يرد هذا أو ذاك، أين النجاة؟ لا نجاة. مفهوم هذا الكلام؟ فالله تعالى قال: ورجل سلما إيش؟ يقول له اذهب، يذهب ويأتي، وانتهى الأمر. فأيهما أفضل؟ فهذه أيضا من الحكمة، ولذلك قال: من الحكمة فعظم شأن هذه الآية. نعم. قال رحمه الله: الحادية عشرة آية سورة النساء
التي تسمى آية الحقوق العشرة بدأها الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. عباد هي انقسمت هذه الآية لحقين، حق الله وحق العباد، ولا يؤدي حق الله من لم يؤدي حق العباد، والدلالة ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لا يشكر الله، لأنها حق العباد جاءت من أوامر الله، فهي أصلا من حق الله جل في علاه، لأنك من حق الله عليك أنك إذا أمرك أن تقول سمعت وأطعت، فائتمار بأمر الله جل في علاه تأدية بحق الله جل في علاه. وأعظم حقوق الله جل في علاه على العباد، أعظم حق الله جل وعلا ما أجله النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أتدري ما حق الله على العباد؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، لذلك صرح الله بها واعبدوا الله ولا تشركوا به إيش شيئا. فكان الحديث بمعنى الاقتباس من الآية، كان حديث معاذ بمعنى الاقتباس من الآية. نعم. وهذه قضية الكون الكبرى كما بينا. قال رحمه الله الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته، هو طبعا صراحة وصية النبي صلى الله عليه وسلم عند الموت كانت فيما قال ابن عباس أن السلام وصى بإيش؟ الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. والحق بأنه لما قال الصلاة الصلاة، وهذه الصلاة هي أعظم مظاهر التوحيد، أعظم مظاهر التوحيد هي الصلاة، لأنها أعظم أركان الإسلام بعد توحيد الله جل في علاه. وما ملكت أيمانكم، الصلاة فيها أداء حق الله، وما ملكت الأيمان فيها أداء حق المخلوق. يبقى إذن أنت منشغل تسير بين حقين، حق الخالق وحق المخلوق، فأدي حق خالقك بتوحيده، وأدي حق المخلوق بالائتمار بما أمر به الله جل في علاه. حق من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم عند الموت ما دام قد ذكر الموت أنه قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، هذه وصية عظيمة جدا، وصية لابد من العمل بها، والله يوفق الجميع للعمل بها، أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الوصية قبل الموت. لذلك عمر الخطاب أجل اليهود، لما جاء اليهود وقد راجعوا عمر الخطاب وعارضوه، قالوا كيف تفعل شيئا لم يفعله من النبي أقرنا ونحن في أقرنا عليها، فقال لا، إننا سلم قال نقركم ما أقركم الله، وقد أقركم الله إلى أن أجليكم خلاص، وقال نجركم إلى ما شاء الله، وقد شاء الله على يدي أن ترحلوا. وهذا صحيح، هي كانت مؤقتة، والمعلومة أنهم أيضا سلم هو عامل عمر بوصية سلم أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. نعم. قال رحمه الله الثالثة عشرة معرفة حق الله تعالى. طبعا معرفة حق الله علينا من وصايا من آيات الإسراء ومن آيات النساء وأيضا من آيات الأنعام. وحق الله علينا عظيم، أصله الأصيل عبادة الله دون الشرك، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال رحمه الله الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. والحق أن نقول وإن لم يؤدوا حقه لابد أن يعرف لهم حقهم، لأن مسلم لما تكلم عن السمع والطاعة لولاة الأمور فقالوا له يا رسول الله أرأيت إن أخذوا حقنا؟ قال سألوا الله ما لكم وأدوا ما عليكم، سألوا الله ما لكم وأدوا ما عليكم، فإن أخذ حقك فعليك أن تؤدي أنت حقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك، أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. هذا أصل أصيل في ديننا، بأنه وإن لم يؤدي حقك فعليك وجوبا أن تؤدي حقه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في صلة الأرحام، في صلة الأرحام قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل كالمكافئ، ليس الواصل كالمكافئ. نعم. يعني الحق أنه ليس بظاهر، الحق أنه ليس بظاهر، لكن الذي جعله ظاهرا هو الإفراد لا الجمع، ما قال إذا أدى حقه. فإذا قلنا بأن الضمير عائد على الله جل في علاه، يبقى إذن تقول أولا تؤدي حق الله تعالى ثم تعرف حق العباد، لكن هي المسألة على وجه الاحتمال وارد، الاحتمال وارد، لأنه من حق الله أن تعرف حق العباد، وأتينا بالحديث الدال على ذلك، من لم يشكر الناس إيش؟ لا يشكر الله جل في علاه. لذلك الإنسان يقول اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على سائنا به إيش؟ ما يشاء. مش قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس؟ هذا تهدئة الحق الله جل في علاه في هذا الباب. قال رحمه الله الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها كأكثر الصحابة. أي مسألة؟
اللي هي حق الله على العباد وحق العباد على الله. لذلك قال بها تأثما، قال بها تأثما، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن العلم الله جعله يشرف به من يشاء. وهذه أيضا فيها منقبة عظيمة جدا شريفة لمن؟ لمعاذ، أن السلام أختاره وأراه أهلا، ورآه أهلا لهذا العلم. قال رحمه الله: السادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة. وهذا دأب الصالحين. الإمام مالك كان يقول مع أن الأصل عدم كتمان العلم، صحيح، لأن هناك عوارض ممكن تعرض للمرء ألا يبث العلم. الأول أن الإمام مالك قال: يا أهل العلم لا تضيعوا العلم. فقالوا: وكيف نضيع العلم؟ قال: أن تؤتيه لغير أهلي، أن تؤتيه لغير، هذا تضييع العلم. يعني أنت لما تأتي بأناس من الباعة وتقول: تعالوا سأشرح لكم كتاب المهذب للإمام الشيرازي، طبعا أنت سيجعلونك عجة، إذا جعلوك عجة. طيب الإمام مالك لما قال ذلك قال: لا تضيع العلم. قال: وكيف تضيع العلم؟ قال: أن تؤتيه غير أهلي. وأنت دأب الصالحين كان كذلك. مالك نفسه لما جاء رجل يسأله فأعرض عنه ومشى، فقال له: يا إمام أنا أسألك أريد أن أتعلم، فأعرض عنه. قال: تكتم علما؟ ألا تخشى من أن يلجمك الله بالجم من النار؟ لأن الحديث اللي في السنن أنه من كتم علما الجم الله بالجم من النار في يوم القيامة. فمالك ابتسم له وقال: اذهب ائتني بمن يعلم ما ويعقل ما أقول ثم حدثني عن اللجام. وترك ومشى وما علمه أيضا، ترك ومشى. وطبعا أنا قلت لكم كثيرا بأن الإمام الأعمش بأنه لما سار في الأسواق والتف حول الناس وقالوا: يا أعمش حدثنا عن رسول الله، قال: أقلد الخنازير اللؤلؤ. وطبعا الحمد لله أنهم بيصبروا عليه. الشافعي قال مثل هذا في مصر، يعني لأنهم المالكية تألبوا عليه والناس نفرت منه، فقالوا له: الربيع غير الربيع. قال: يا إمام تألف الناس، يعني تكلم في شيء بقى الرقائق، وتألف الناس والقصص. فالشافعي قال: أأنصر الدرر وسط سارحة النعم؟ أأنصر الدرر وسط سارحة النعم؟ اللي ما يعرفش العلم هذا لن يعرف قدره. أنا يعني كان قدر الله أن رجل فلسطيني إماراتي جالس أمامي وإحنا كنا نتكلم على مسائل أصولية معينة وحديثية على السبورة، فهو قام لي قياما يعني شديدا، قال: أنت إيش بتفعل يعني؟ هذا ماجستير هذا؟ قلت له: لا والله مش ماجستير، هذا درس علم. قال: لا ده دكتوراه كمان، أنا ما أفهم شيئا. قلت له: الحمد لله، إيش يعني عندك؟ كن عالما. قال: لا يمكن بهذه الطريقة أن أكون عالما. قلت له: طب كن طالبا للعلم. قال: لا أفهم، لا أعقل ما يقال، ولو كل الدراسة هكذا لا أعقله. فقلت له: إذن كن الثالثة ولا تكن الرابعة فتهلك. فلما قلت فتهلك خاف، فسألني اندهش، قال: وما الثالثة؟ قلت له: كن محبا لأهل العلم لتنجو. قال: إذن أنا أحبكم في الله، بعد إذنك خليني ورا بقى. فطلع ورا، لكن ما رآني في مكان والله إلا وقبل رأسه وعاد يدعو ليدعو لطلبة العلم. فهنا الحق أن العلم لابد أن تؤتيه لأهلي ليحفظ. ولذلك كانوا يستنشقون على طالب علم فيعطوه هذا العلم. وكان ابن عباس يقول: بكم أكرم بكم أكرم. فهذا أمر جلل، وهو أن العلم له أناس، وإذا أردت أن تعطي العلم لا تعطيه إلا لأهلي. ولذلك كانوا يختبرون الطالب هل هو أهل ليأخذ هذا العلم أم لا. حتى مسلم اختبره الإمام البخاري هو أهل أن يأخذ منه ولا لا، لما ذكر الحديث قال: هذا الحديث في علة ولم يعطيه العلة. ومسلم ذاهبا ذيابا وإيابا: قل لي يا إمام العلة، قل لي يا إمام العلة. والبخاري ينظر إليه وما يقول له، ثم قال له العلة فقبل، قال: دعني أقبل يديك ورجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين، لا يبغضك إلا حاسب. فهنا الكلام على كتمان العلم للمصلحة، ممكن أن ترى أن الناس ليسوا بأهل لهذا العلم فلا تعطيهم. أيضا الخوف عوارض، إنك لو بثثت بعض العلم المفاسد تكون عظيمة جدا، بأن تأتي إلى شباب أرعن عندهم هيجان وحماسات دون علم، فتأتي لهم ببعض العلوم التي حتى إيش تثير حماسهم الأكثر، أو يأخذون ويلتقطون بهذا الكلام أمرا معين فيجزمون به بحكم، فيفعلون ما لا يمكن أن يحمد عقباه، ويكون فيه المفاسد التي لا أعلم بها إلا الله جل وعلا. هنا لابد من كتمان، مش يجوز، لا لابد من كتمان. أيضا إذا طارت الرقبة، وأبو هريرة يقول: عندي جرابان من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بسست فيكم إيش جرابا وأنا على وجه من الثاني. لا ما فيش، وما ما 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 أعطاهم هذا العلم إلا عند الموت، وهو حديث الغيلمة. فهو قال: لا، لأنني لو بسسته لانفصلت هذه عن تلك. يبقى هنا جواز أيضا
كتمان العلم في هذا الباب للمصلحة، إما المصلحة الشخصية للعالم ولأن العالم بأمة، أو للمصلحة الإيه؟ العامة، والعامة طبعا تقدم. نعم. قال رحمه الله: السابعة عشرة استحباب بشارة المسلم بما يسره. يأتي من أفلا أبشر الناس من فقه معاذ رضي الله عنه وارضاه. يعني هذه المسألة مأخوذة من فقه معاذ، إنما قال أفلا أبشر الناس، وهذه سنة، وقد شرحته وفصلت في ذلك بأن من حق المسلم عليك أن إيش؟ أن تبشره، بشره ولا تنفره، يسره ولا تعسره. الله تعالى لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثه بهاتين الصفتين، عندما قال إن أرسلناك شاهدا إيش؟ ومبشرا ونذيرا. قال رحمه الله: الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. وهذا جاءت من إيش؟ من قول من؟ من قول معاذ. إذا يتكلوا، من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في عمر الخطاب، جاءت من قول عمر الخطاب، قال إذا يتكلوا، إذا يتكلوا. فلذلك نقول بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا يتكلوا الخوف عليهم من اتكال سعة رحمة الله. لكن من ظننت فيه ظنا محققا بأنه لا بأنه لا 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 يتواكل ولا يتوانى، فلك أن تبشره كمن كالعشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. نعم. قال رحمه الله: التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. وهذا الأدب الجم، هذا الأدب الجم عندما لا تدري أن تقول لا أدري. لذلك الإمام مالك قالوا كانوا يعلمون الأطفال طلبة العلم في الكتاب لا أدري، وكان السلف يعلمون أصحابهم لا أدري، إنما الآن لا أدري صارت لا إيش؟ لا تدري. الحق بأن لا أدري كان من دأب العلماء ومن دأب الصحابة الكرام. هنا ابن عمر لما سئل عن أكثر مسألة وهو يضرب في يده ويقول الحمد لله الذي وفق ابن عمر فيما لا يدري أن يقول لا أدري. والإمام مالك جاءه المغاربة من المغرب، ضرب أكباد الإبل في 40 مسألة، يقول امهلني. جاء في الليلة الثانية امهلني، في الثالثة امهلني، فقال يا هذا لا أعلم شيئا، هذه المسألة لا أعرفها، ما في رد في المسألة. قال ضربت أكباد الإبل لعالم المدينة ليقول لا أدري، قال اذهب فقل لهم عالم المدينة يقول لا أدري. صارت المغاربة إيش؟ كلهم ملكي، ملكي سبحان رب الورع والدين. الدين قدم الله على كل شيء، فقدمه الله للا في علا. والإمام أحمد كان إذا سئل عن مسألة يقول اسأل العلماء. أمال أنت إيش؟ ده أنت سيد العلماء، ده أنت إمام العلماء، لك يقول سأل العلماء. ما أحمد كان يقول سأل العلماء في المسائل التي لا يدريها. لكن لابونا من الملاحظة هنا في قول الله ورسوله أعلم لا تقال مطلقا. يعني أنا أتيك أمس أقول لك يعني هل تزوجت بسينة؟ الله ورسوله أعلم. يعني والدك أتى لك بالهدية التي من أجل النجاح؟ الله ورسوله أعلم. كل هذا لا يجوز، ده ادعاء، لأن السلام يعلم الإيه؟ الغيب. السلام مات، يبقى الله ورسوله أعلم هذه مقيدة ليست مطلقة. وإن أتى بها مطلقة هنا هي مقيدة في إيش؟ ها، في أمور الشرع، في أمور الشرع فقط، لأن السلام لا يعلم شيء عنه. أما الذين المتنطعون الذين يقولون بأن الأعمال تعرض على السلام، فهذا متنطع، متنطع ويقع في الشرك ولا يدري. فالله ورسوله أعلم في أمور الشرع فقط، في أمور الشرع فقط. نعم. نعم. إيه المستحدثات في النوازل؟ النوازل إحنا بنتكلم عن أمور المنصوص عليها. حبيبي الله يبارك فيك، النوازل دي صارت إيش؟ صارت غيبا، وصارت من المسجلات التي لا أعلم أنه سلم. لكن لما يجي نسأل عن مسألة جاء بها أنه سلم، تقول الله ورسوله أعلم ولا ما تقول؟ نعم. تفضل. قال رحمه الله: العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. هو جواز ذلك لأن العلم أيضا له أهل، له أهلون وله أناس، وأنت من الحكمة أن تضع الشيء في إيش؟ في موضعه. ولذلك ترى أعطى الله ومنح داود علما ومنح سليمان علما، لكن رفعه بإيه؟ فهم، خصه بالفهم. قال ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. قال رحمه الله: الحادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم. وهذا من عظيم خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وخلق التواضع هو أعظم أخلاق المسلمين. من تواضع الله هكذا رفع الله هكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة أقسم عليهن، قال ما تواضع عبد لله إلا إيه؟ إلا رفع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أوحى الله إلي أن تواضعوا فلا يبغي أحد على أحد. فالتواضع من أعظم أخلاق المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه أنه أردف معاذ، وأردف الفضل بن عباس، وأردف أسامة بن زيد، وأراد إردف من؟
أسماء رضي الله عنها وأرضاها. نعم. قال رحمه الله: الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة. وهنا المصنف لما قال جواز الإرداف على الدابة جعلها إيه؟ جعلها على الإطلاق، يعني جواز ذلك في الرجال وفي النساء والأجانب ولو كنا أجانب، بشرط عدم المماس، عدم المماس. وطبعا هذا متصور في الجمل، سنام الجمل يتصور أنه يكون هناك فرق مفارقة بين الذي يجلس خلفا والذي يجلس أماما، فلا مماس. وهذه يمكن تكون فين؟ في السيارة، لكن مش في الموتوسيكل، في الدراجة. الدراجة ما فيش مماسة، ده في ارتفاق والتصاق وتداخل وتخارج، وتنترى المرأة جالسة وهي كمان أصلا خايفة من الهواء فعمالة تخش تدخل في الداخل. فهذا هذا ليس إرداف، هذه معانقة واعتباط، لا يمكن أن يكون هذا إردافا، فهذا لا يدخل في هذا، فيمكن القياس على هذا القياس ليس بصحيح. نعم. قال رحمه الله: الثالثة والعشرون فضيلة معاذ. أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خصه بالعلم، وهي هذه تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو أعلم الصحابة بالحلال وبالحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي معاذ يتقدم العلماء برمية برطوة، أو قال برمية حجر رضي الله عنه ورضاه. قال رحمه الله: الرابعة والعشرون عظم شأن هذه، وهي مسألة توحيد الله جل في علاه وعدم الشرك، لأن هذه المسألة يأتي من أجلها خلق الله الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل. أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. ختمنا الباب بفضل الله جل في علاه. نعم.